الجميع مجنون بالكورونا بي، ولكن إذا كان لدي طريقي فسيكون الشمر هو الغضب أيضا. إنها واحدة من أكثر الخضروات التي لم يتم تقديرها كثيرا، وإذا لم تكن قد طهيها بالفعل فيجب أن تكون كذلك. له نكهة اليانسون العطرية الطازجة، وغالبا ما يؤكل نيئا أو مقليا أو محمصا أو ربما يضاف إلى الحساء والصلصات. إذا لم تكن قد تعاملت معها من قبل، فقد تكون هذه الخضار ذات المظهر غير التقليدي مخيفة من السطح، لكن لا تدعها تخيفك. بمجرد التعرف على طريقة التعامل معها، يصبح من السهل فهمها. ما هو الشمر؟ قد يكون الشمر عضواً في أمبليفر، على الرغم من أنه ليس من الخضروات. تتشابك قاعدة سيقانها الطويلة معاً لتكوين بصيلة سميكة ونضرة تنمو فوق سطح الأرض. فوق المصباح، عند طرف السيقان، أوراق ريشية خفيفة تشبه الشتى. عندما يذهب إلى البذور، ينتج الشمر أيضاً زهوراً صفراء صغيرة بين الأوراق. كل جزء منه صالح للأكل، من البصلة إلى الأزهار، وغالباً ما يؤكل نيئاً أو مطبوخاً. على الرغم من أن السيقان والأوراق صالحة للأكل، إلا أن وصفات الشمر غالباً ما تتضمن البصلة. عندما يكون نيئاً، يكون له ملمس هش شبيه بالكرفس ونكهة عرق السوس الطازجة. يتكرمل لأنه ينضج، ويأخذ نكهة أكثر حلاوة ونعومة، ويذوب في فمك. وهل ذكرت أنه يحتوي على جميع أنواع الفوائد الصحية أيضاً؟ إنه منخفض السعرات الحرارية، ولكنه غني بالعناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين جيم. كيف تطبخ الشمر؟ من الأشياء المفضلة لدي في الشمر هو أن شخصيته تتغير بالاعتماد على كيفية تضييقه. ومع هذه الخضار، كيف تضيقها وطريقة طهيها يسيران جنبا إلى جنب. إذا كنت أتوق إلى الشمر الخام، فأنا دائما ما أقوم بحلق اللمبة على المندولين وإزالة أي قطع أساسية صلبة، ثم أنقعها في عصير الليمون وزيت الزيتون والملح. هذا الشمر الهش والمقطع إلى شرائح رفيعة لذيذ بمفرده أو خلال سلطة أكبر. قمي بتزيينها بالأعشاب والمكسرات وجبن البارميزان المبشور، وقومي بإلقائها بالخضار والخل البسيط، أو استخدمسيها في إحدى وصفات السلطة التالية: سلطة جرجير بالليمون والشمر، سلطة شمر محلوق. تعتبر حلق الشمر أيضا خطوة ممتازة إذا كنت ترغب في تقليبها. تذوب الشرائح الرفيعة وتتحول إلى اللون البني داخل المقلاة لتتحول إلى نكهة كراميل لذيذة. جرب هذه التقنية في وصفة معكرونة الطماطم المجففة بالشمس. كيف تطبخ ببذور الشمر؟ البذرة ذات اللون الأخضر الباهت أو البني الفاتح التي قد تتعرف عليها من رف التوابل، تلك التي تشبه إلى حد كبير الكمون والكراوية، هي توابل عطرية تعرف باسم الشمر، ولها نكهة تقريبا، وغالبا ما يتم الخلط بينها. بذرة. تعتبر بذور الشمر من التوابل المهمة في جميع أنحاء الهند وأفغانستان وإيران، وبالتالي باقي الشرق الأوسط، ويمكن رؤيتها في خلطات مثل غرام ماسالا أو بانش بورون، وكذلك مسحوق التوابل الصيني الخمسة، كما أنه أكثر نكهة في العديد من النقانق الإيطالية. الشمر غني جدا بالألياف الغذائية، ويغطي أكثر من 25% من قيمتك اليومية، بالإضافة إلى البوتاسيوم، وهو أمر ضروري في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم. يحتوي على فيتامينات A وC وB6 وعدد أخر، مما يكبح تلك الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.